بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتنا. طبعا أنا نبدأ لكم أول شيء أنكم حاولوا أنكم تضعوا البصمات للفيديو، لأنه فيديو مهم جدا ليوصل أكبر قدر من الناس. حديثنا اليوم في القناة هو عن سماد أو عن التسميد أو طريقة التسميد بشاي الكومبوست. كنا درنا سابقا فيديو عن شاي الكومبوست، وفي هذا الفيديو راح نحدثكم عن طريقة أو الطريقة كيف نقدو نستعمله. طبعا دائما بالنسبة للشاي الكومبوست وكبقية الأسمدة اللي نستعملوها النبات، يجب دائما عدم الإكثار من استعمال المواد هذه للنبات. هنا نحط قدر، أنا حطيت قدر كاسين من شاي الكومبوست، يعني كاسين مهم معمرين ياسر، وحطيتهم في الماء. دائما حط القدر المناسب للشاي الكومبوست هو كاس مع 10 كيسان. كل كاس تاع شاي الكومبوست يقابله 10 كيسان من الماء. تجنبوا أنكم تحطوا شاي الكومبوست مركز على النبات، لأنه حتما سيقوم بقتل النبات أو يؤدي إلى موته. هنا بعد ما خلطت وخليت الماء مازال يمشي فيه ويزيد الماء، تزيد كمية الماء مع شاي الكومبوست، نقوم بسقي نباتاتي بكل أريحية وبكل بساطة. طبعا قلنا أنه شاي الكومبوست هو سهل الاستعمال في تسميد أو لتسميد النبات. يمكن استعماله مرتين في الأسبوع. المهم أنك تخفف هذا الشاي الكومبوست، أو حتى يمكن استعماله عند كل سقية، شرط أنه يكون مخفف بشكل كبير جدا. أما إن كان الشخص ما يقدر يستعمله دائما، خاصة مع في البداية تكون الرائحة واضحة وباينة، يعني نزيدوه للماء تنقص الرائحة ولكن تكون كاينة موجودة بعض الشيء. كما تشوفوا هنا هذا النعناع نتاعنا اللي قمنا بوضع الفيديو عنه من خلال زراعتي في اليقطينة. الحمد لله انه انتعش وصار يعني رجع لحيويته اللي كان عليها سابقا. بهذا نقول انا النعناع لاباس عليه، وكم تشوفوا الطول مباشره بعد حطيت الماء بدا يتسرب، وهذا دلاله على خفتي التربه الموجود فيها. نواصل سقي النباتات نتوعي. طبعا هو النعناع كما حدثتكم كما درنا الفيديو عنه. طبعا الشيء اللي نتمناه هو ان تكون كل النباتات نتوعكم بصحة وعافية. لذلك جربت انا سابقا هذا السماد وطريقة استعماله وكيف استعملته على النبات وانقذ للنبات، وما شاء الله كانت نباتتي بصحة وعافية. بهذا نوصل إلى نهاية هذا الفيديو. نتمنى منكم أنكم تحطوا لايك للفيديو حتى يمكن أن يصل إلى أكبر عدد من الناس ليستفيدوا من استعمال أو طريقة استعمال شاي الكومبوست. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.